تعالى بقى نروح لهاشتاج. احنا الهاشتاجز شغاله بقالها كام يوم، اعتقد هتستمر زي كده لغايه يعني يوم المباراه، ودي اعتقد لمسه حلوه جدا من الجماهير. حلو قوي الدعم المعنوي ده، وحلو قوي الثقه اللي بيديها الجماهير للفريق. الهاشتاج ده اسمه خطوه على المجد، اللي احنا دلوقتي هنروح نشوف خطوه على المجد يا اهلي الناس كتبت ايه على هذا الهاشتاج. خلينا سريعا نحاول، طبعا مش هنقدر ناخد كل الكتب يعني، بس احمد عفيفي بيقول write your names with gold in the history، اكتبوا اساميكم يعني زي ما اتقال كده بالذهب يعني في او تاريخ من ذهب يعني. الثالثه على التوالي طبعا يا اهلي على المجد، وخطوه خطوه يا اهلي. حلو جدا. ايمان عطيه بتقول only 90 minutes play for history for us we trust you let's do it again our heroes، يعني هم مجرد 90 دقيقه العبوها للتاريخ ولينا، احنا واثقين فيكم وتعالوا نعملها مره ثانيه يا ابطال. خطوه على المجد احنا نعملها كتير، نعملها مره واثنين وثلاثه. ال 11 يا اهلي ده من احمد معلينا بيت الاسم وي تراست يو، برده في ثقه، في لغه حلوه، في تفاؤل يا كريم. برده مش كل بطوله بيبقى فيها هذا التفاؤل والثقه من قبل الجماهير، لا المره دي انا عاجبني جدا الروح الموجوده. أيوة صحيح فعلا صحيح. احمد اخر بيقول برده وي تراست يو، احنا واثقين فيك اهلي. خطوه على المجد. لا انت قريت بتاعتي كده. انهي ده؟ والله انتارا الماجيكانو. ايه الماجيكان؟ يلا كل شيء نصيب، كل شيء نصيب، ما رحناش بعيد، ما رحناش بعيد. اوكي، ال 11 يا اهلي ده الماجيكان. شفتي بسيطة ازاي؟ كريم بس ليتس دو ات فور جلوري، خطوة على المجد حلو برضو. يعني خلينا نحاول نجري شوية، برضو ماجيكانو بعد تاني، لا خلاص بقى إيمان عطية معاك أهي. هي نفس اللي احنا قلناها. Only 90 minutes. طب ما احنا ايه؟ اوكي، هي تقريبا الورقة بتاعتنا. عمر حسن a step towards a glory and the history of our own that no team has achieved before. طبعا يعني يعني زي خطوة نحو المجد في كتابة التاريخ، ما فيش فريق تاني حقق هذا النجاح او هذا التاريخ يعني. محمد سعد حاطط صورة جميلة لبيتسو موسيماني وكاتب وي تراست يو، احنا واثقين فيك. حلوة دي جدا برضو الموسيماني. سلمى one step to the dream، وميكي بيقول برضو one step closer to writing your own history and chapter in الأهلي. كلهم تقريبا نفس الرسائل او المضمون. ولا one step for the glory you can do it we are الأهلي، هي خطوة واحدة بس للمجد تقدروا تعملوها احنا الأهلي. برضو احمد طه نفس الكلام fight 90 minutes for champions، يعني هو بيتكلم عندنا 90 دقيقه يا جماعه والمجد يتكتب والتاريخ يتصنع مره كمان، وحاجه اكيد بتضاف لدولاب البطولات والتاريخ النادي الاهلي العريق. لو عايزين تعرضوا كده يا جماعه واحنا بنتكلم مفيش مشكله، بعض التويتات اللي جت احنا، بس الغرض كله من القصه يا كريم برضو ان احنا بنوري لحضراتكم قد ايه الروح اللي عندنا كلنا، وتحديدا لجماهير الاهلي دلوقتي الحلوه قوي. يعني انا فاكره انا وانت كنا موجودين وقت التاسعة، والحمد لله كنا والعشرة. موجودين وقت العشرة. أيوة. وإن شاء الله هنبقى موجودين برضو وقت الحداشر. فأنا بحس إن إحنا برضو بارت من التاريخ ده. خلي بالك أكيد. إحنا أكيد كلنا شاهدين على العصر، كلنا بطريقة دايركت أو اندايركت بشكل مباشر غير مباشر بتكون جزء من برضو هذا التاريخ اللي بيكتب بطريقتك بقى أو باللي أنت بتقدمه. فيا رب خير في اللي جاي إن شاء الله. بس أنا عاجبني قوي الروح اللي موجودة دي. جميل.